السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا على خير إن شاء الله. مرحبا بكم في قناة يومية وشيوة منار، اللي كنتمنى إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم، وكنتمنى إن شاء الله يعني نكون خفيفة على قلوبكم. فاليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم رفيسة كتجي بنينة وكتجي زوينة الصراحة، وطريقة سهلة ما كتاخدش الوقت وسهلة في التوجيه الصراحة. فأول حاجة غادي نخدمها هي غادي نصب الملاوي ديالي، نخليهم يرتاحوا، عاد ندوز باش ننصب ان شاء الله. هنا بالنسبه للمقادير اللي درت الملاوي، فهنا درت كميه ديال الفورس مع الكميه ديال الفينو، فالكميه متساويه، نفس الكميه درت من كل يعني من كل حاجه، ودرت الملحه على حسب القياس، ودرت هنا راس معلقه صغيره من الخميره ديال المعجون. صافي انا غادي نعجن العجينه ديالي مزيان، غتدلك مزيان، وغادي ان شاء الله من بعد غادي نقرصها كويرات صغار وغنخليوها ترتاح، وعاد غادي ندوز ان شاء الله باش نصب ان شاء الله. وتابعوا معايا، هنا غادي نعجنوا العجينه ديالنا، غادي نخوي الماء قياس اللي غادي يكفي، يعني باش ما نصدعكمش غادي نخلي الماكينه ديالي تعجن، غنحيد الصوت ونتلاقاو ان شاء الله من بعد. صافي هنا سالينا العجينه، فكما كتشوفوا هي راه مدلوكه مزيان. دابا غادي نقرصها يعني كويرات بنفس الحجم، غادي نخليها ترتاح، نغطيها بشي ميكا ونخليها ترتاح ان شاء الله. ودابا غادي نصبو الدجاج ديالنا، فهنا عندي دجاجه قياس 2.5 كيلو هكاك زايده شويه. بالنسبه للعطريه اللي غادي نحتاج، هنا عندي معلقه صغيره عامره من الخرقوم، وعندي معلقه كبيره من سكينجبير، عندي هنا راس معلقه كبيره من الابزار، الملح على حسب الرغبه، وربعه د الفصوص كبار ديال الثومه، وعندي معلقه صغيره ديال راس الحانوت. فهاد راس الحانوت مصوب على اليد، صوبته لاختي صراحه، واحد راس الحانوت غزال والمذاق ديالو رائع. فملي كناخذو هكا مصوب يعني جاهز ما كيعجبنيش المذاق ديالو، وهذا الصراحه زوين بزاف. هنا غادي نخوي قياس نص كاس ديال زيت البلديه، غادي نضيف ليها العطريه، غادي نخلطها مزيان ونشرمل الدجاجه ديالي مزيان. صافي هنا غادي نوضع الدجاجه ديالي في الطاوه، نضيف عليها ديك العطريه مع الماء ديالها والزيت، ونخليها تقلى واحد شويه. صافي هنا غادي نضيف ليها البصله مقطعه شرائح طوال،
ثم كما كتشوفوا ثم العدس والحلبة. فالحلبة قياس يعني على حساب لو كتعجبكم بزاف كثروا منها. انا هنا الحلبة ما كترتش، درت قياس معلقة ما عمرش اللي درت من الحلبة. هنا ضفت الزيت وغادي نضيف الماء القياس اللي غادي يكفينا في الطياب. صافي غادي نسد عليها وندوزو باش نطيبو الملاوي ديالنا ان شاء الله. وانا غادي نطيبوا الملاوي كما كتشوفوا. كناخذ عجينه كنطلقها مزيان كنحطها طيب فوق في المقله، ثم كنطلق واحده اخرى كنقلب الاولى وعاد كنوضع الثانيه فوق منها بهذه الطريقه هذه. صافي كنوجد واحده اخرى كنقلب بهذه الطريقه ونوجد واحده اخرى عاوتاني كنضيفها من الفوق. صافي وكنستمر حتى كندير واحد الكميه كنحيدها وعاود ثاني كنبدا في الكميه اخرى. صافي كنستمر حتى كنسالي كاع العجينه اللي عندي. كنستمر بهذه الطريقه حتى كنسالي الكميه ديال العجينه اللي عندي كامله. انتما كي كتشوفوا راه كتحل ما كتبقاش يعني هذا. صافي وكنجمعها بهذه الطريقه هذه باش كيطيبوا لها الجناب. صافي وهنا عندي الدجاج ديالي طاب فحيدته باش نحطه في الفران يتحمر. والمرقه كما كتشوفوا ها هي يعني راه طابت. صافي هنا غادي نردها واحد شويه تقلى فوق الطاوة. وهنا غادي نقطع الملاوي ديالي بهذه الطريقه. ممكن تقطعوا باليد عشوائي او تقطعوا بالمقص لكم يعني لكم الاختيار وكل واحد فاش كيرتاح وكل واحد والرغبه ديالو. هنا غادي نقطع الكميه ديالي كامله بنفس الطريقه ثم غادي نسرحها في التبصيل او في القسعه. هنا غادي حطيت الدجاج ديالي ثم غادي نحط يعني المرقه غادي نسقيها. فهاديك البصله والعدس هاد غادي نحطو من الجناب ما غنحطوش على الدجاج بهذه الطريقه. صافي وغادي نوضع اللوز نزينها باللوز والبيض وكل واحد باش كيزينها. وكنتمنى ان شاء الله الطبق يعجبكم. الصراحه جات لذيذه بزاف. كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وسمحوا لي غبرت عليكم يعني لي ظروف فيعني التزمه بشي حوايج اللي شادين لي الوقت وكنتمنى ان شاء الله ربي يوفقني فيهم. وشكرا لكم وبالصحه والراحه وسمحوا لي الا شهيتكم وتبارك الله عليكم. هو المداد المداد يا رسول الله وسقينا بالمداد يا حبيب الله. والمداد المداد يا رسول الله وسقينا بالمداد يا حبيب الله. اللهم صلي على المصطفى.